بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من سلسلة دروس كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: أصحاب الكنى من المحدثين والرواة. قال: وفي المحدثين جماعة اكتفى الرواة عنهم بذكر كناهم، يعني يقول أبو فلان دون أسمائهم، أن الكنية هي ما صدر بأب أو أم. قال: دون أسمائهم وأنسابهم. لماذا؟ قال: لغلبتها عليهم واشتهارهم بها والأمن من دخول اللبس فيها. فمنهم أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان، وقيل إن كنيته أبو عبد الرحمن، وكان يلقب أبا الزناد فغلب عليه. وأبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم، لعلها حازم والله أعلم، وأبو مسهر وهو عبد الله بن مسهر، عبد الأعلى ابن مسهر، وأبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وأبو النضر وهو هاشم بن القاسم، وأبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، وأبو خيثمة وهو زهير بن حرب، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء، وأبو نعيم وهو الفضل بن دكين. وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم محدث آخر يكنى أو يكنى أبا نعيم أيضا، واسمه عبد الرحمن ابن هانئ النخعي، إلا أنه قلما تجيء الرواية عنه إلا وهو مسمى فيها أو منسوب، يعني يقال أبو نعيم النخعي أو يقال أبو نعيم عبد الرحمن ابن هانئ. وأكثر الروايات عن أبي نعيم الفضل بن دكين تجيء مقصورة على كنيته دون اسمه ونسبته. قال: أخبرني أبو علي عبد الرحمن ابن أبي أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري للري، قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد المستملي ببلخ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي البيكندي، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، قال: سمعت أبا نعيم وقال له رجل من الواسطيين: يا أبا نعيم، ما الاسم؟ قال: إذا أتيت أمك فأقرئها مني السلام كثيرا. قال: وأخبرنا واثلة بن الأسقع ابن شريك ابن نمر: كأنك تصوت في جبانة كندة سمكا طري. الله، تمام. يقول المعلق الكتاب، يعني هكذا جاءت في المخطوط طري، والصواب طريا. قال أبو بكر: كان أبو نعيم كثير المزاح، وهذا مما مزح به مع السائل، يعني ما أراد أن يطعن به أو أن يسبه. قال: حدثت عن عثمان بن أبي بن أحمد الدقاق، حدثت عن عثمان بن أحمد الدقاق، قال علي بن القاسم الضبي، قال علي بن القاسم الضبي: حدثني زكريا بن يحيى المدائني،
قال رجل لأبي نعيم الفضل بن دكين: يا أبا نعيم، أشتهي أن أكتب اسمك من فيك، أن أسمع اسمك من فمك. قال: اكتب وثلة بن الأسقع. قال علي بن القاسم: فحدثني أنا شيخ من أصحابنا، قال: رأيت شيخا خراسانيا بمكة يحدث يقول: حدثنا واثلة بن الأسقع عن سفيان، فقلت: هذا ممن جاز عليه عبث أبي نعيم. يعني أعطاه اسمان، اسم صحابي، اسمان غير اسمه، لما قاله: أريد أن أسمع اسمك من فمك، فقال: اكتب واثلة ابن الأسقع، ولم يكن اسمه ذاك. قال: التلطف لسؤال المحدث عن اسمه ونسبه. قال: أخبرنا لعل يعني أبو نعيم الفضل بن دكين كان يفعل ذلك لأنه لشهرته لا ينبغي أن يجهل اسمه، فلذلك كان يمازح من يسأله عن اسمه، يعني كان يقول: لا ينبغي أن تجهل اسمي، فاسمي معروف. قال: التلطف لسؤال المحدث عن اسمه ونسبه، يعني إذا أردت أن تسأل عالما عن اسمه ونسبه ينبغي أن تكون حكيما، يعني تسأله عن اسمه بحكمة. قال: أخبرنا القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني، قال: حدثنا ثوابة بن أحمد الموصلي، قال: حدثني بعض الطالبيين عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي، قال: جلس إلي مدني مرة فحدثته، فلما أراد الانصراف قال لي: أحب المعرفة وأجلك عن المسألة. انظر لهذا الأداب، أنا أحب المعرفة ولكن يعني أراك فوق أن أسأل عن اسمك. فقلت، يعني يقول إسحاق بن إبراهيم المحدث: فقلت: أنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي. قال: أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر الوكيل، قال: حدثنا محمد بن عمران بن موسى الكاتب، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز وعبد الواحد بن محمد، قال: حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم، قال: أتيت أبا الهذيل في أول يوم لقيته فتكلمت، فقال: أبو من لا عدمت كانيا، فخبرته، فقال لي في المسألة عن الاسم بشاع وبه تقع المعرفة. السؤال عن الاسم، عن اسم الشخص، قال: فيه بشاعة، ولكن المعرفة لا تكون إلا بعد السؤال عن الاسم، يعني لا بد منه. نسبة المحدث إلى أمه، إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه، لأن الأصل أحبابنا أن ينسب الإنسان لأبيه، فإذا جهل أبوه لم يعرف نسب إلى أمه، ففي نسبة الإنسان إلى أمه يعني تهمة، وذلك مثل ابن بحينة وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب الأسري، وأمه بحينة بنت الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وعبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الصحابي، وهو عبد الله ابن عمرو ابن شريح ابن قيس ابن زائد ابن الأصم العامري، ويعلى ابن منية، ويعلى ابن منية وهو يعلى ابن أمية التميمي، ومنية جدته أم أبيه وهي منية بنت الحارث ابن جابر، والحارث ابن البرصاء وهو الحارث ابن مالك والبرصاء أمه، ومعاذ ابن عفراء وهو معاذ ابن الحارث ابن رفاعة، وأمه عفراء بنت عبيد من بني النجار، وبشير ابن الخصاصية
وهو بشير بن معبد ابن شراحيل ابن سعد ابن ضباري السدوسي. والخصاصية هي أم ضباري الذي سقنا نسبه إليها. وشرحبيل ابن حسنة، وهو شرحبيل بن عبد الله ابن المطاع ابن عمرو الكندي. وحسنة مولاة معمر ابن حبيب ابن حذافة الجمحي. وقيل إن حسنة لم تلده وإنما اعتقته وتبنته فنسب إليها. وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة، فأما ممن بعدهم فمنصور ابن صفية، وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي، وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان القرشي، وإسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي. قال أخبرني أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز ابن عيسى الدعاء، قال أخبرنا إسحاق بن سعد النسوي، قال سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت علي بن حجر يقول إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، وعلية أمه يعني جدته. قال أنبأنا أبو سعيد الماليني قال حدثنا إسماعيل بن عمر ابن الحسن المقرئ بمكة، قال حدثنا محمد بن صالح ابن محمد الخولاني قال سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول ليحيى بن معين يا أبا زكريا بلغني أنك تقول حدثنا إسماعيل بن علية، فقال يحيى نعم أقول هكذا. قال أحمد فلا تقله، قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه. قال يحيى لأبي قد قبلنا منك يا معلم الخير. وأما عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود فقد اختلف في بهدلة، فقيل هو اسم أبيه، وقيل بل هو اسم أمه، ومن قال هو اسم أبيه أكثر، وقوله أصح، والله تعالى أعلم. تعريف المحدث بالنقص كالأعمى والعور ونحوهما من الآفات، حيث لا يعرف إلا إذا ذكرته بهذا الوصف كالأعمش مثلا أو الأعرج كما سيأتي. قال لم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته، وإنما قد تكون كمالا، قد تقول مثلا الأبيض الجميل الطويل مثلا كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة. وقد جاءت الرواية عن حميد الطويل وهذا ليس نقصا، وإسحاق بن يوسف الأزرق يعني عيونه زرقاء ربما كانت، وحسين بن الحسن الأشقر، وجعفر بن زياد الأحمر، ومروان الأصفر. وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل. فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير وأبو معاوية الضرير وهارون ابن موسى الأعور أو هارون بن موسى الأعور وسليمان الأعمش وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبو معمر المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل وجماعة يطول ذكرهم، فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم. مولانا عندي سؤال. تفضل. لو هو لا يحب اسم الطويل مثلا هل يجوز أن نسميه؟ طبعا لا. أما سمعت الخبر قبل قليل عندما قال ابن علي فقال أحمد بن حنبل لا تقل ذلك يا يحيى، فإن إسماعيل يكره أن ينسب لأمه، فإذا كان يكره لا ينبغي لنا أن نسميه بذلك. نعم جزاكم الله خيرا وإياكم. قال أخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن زياد النقاش كأنها أن الحسن
ابن سفيان أخبرهم قال أخبرنا ابن أبي شيبة عن وكيع قال سمعت الأعمش يقول أنا أعمش وإبراهيم أعور وعلقمة أعرج والمغيرة أعمى ومسروق مفلوج والقاضي شريح سنوط. قال السنوط هو الكوسج. نعم السنوط هو الكوسج، والكوسج يعني عرق لا تنبت اللحى في وجوههم، بل شعيرات من أسفل الذقن هنا وشعيرات من هنا وشعيرات من هنا، وهؤلاء يقتلون غالبا في شرق آسيا. إلى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا أحمد المغلس قال حدثنا من جاب قال سمعت شريكا يقول سمعت الأعمش يقول كان في أصحاب عبد الله شريح كوسج وعلقمة أعرج ومسروق أحدب وعبيدة أعور وإبراهيم أعور ومغيرة أعمى وأنا أحبهم وأنا أعمش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا وعافنا جميعا قال أخبرنا طلحة بن علي الكتاني قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال حدثنا محمد بن يوسف الترمذي قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسرائيل بن زياد قال كان سعيد بن أبي عروبة إذا لقيني ومعي ألواح يقول ما تريد؟ قلت أكتب الحديث. قال أكتب حدثنا الأعرج عن الأعمى عن الأعرج عن الأعمى سعيد بن أبي عروبة الأعرج وقتادة الأعمى وأبو حسان الأعرج عن ابن عباس الأعمى. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف العبدي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا علي بن الحسن الليفي قال سمعت حفص بن عبد الرحمن قال قال سعيد بن أبي عروبة إذا حدثت عني فقل حدثني سعيد الأعرج عن قتادة الأعمى عن حسن الأحدب. رحمهم الله جميعا، ونسأل الله لنا ولكم دوام العافية ودوام السلامة ظاهرا وباطنا، آمين آمين. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن يحيى الطلحي قال حدثنا أبو سعيد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عباس بن ماسويا الأنطاكي وهو الأحدب قال حدثنا عبد الله ابن نصر وهو الأصم قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو الأعور عن الحكم وهو الأعرج عن ابن عباس وهو الأعمى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ ثلاثا. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد الأثرم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا عارم يوما فقال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم الأحول ثم تبسم وضحك يعني عارما وقال أنا أحول وثابت بن يزيد أحول وعاصم أحول فاجتمعنا ثلاثتنا حولا
رحمهم الله. قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال أخبرنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال سمعت ابن المبارك وسئل عن فلان القصير وفلان الأعرج وفلان الأصفر وحميد الطويل قال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس بذلك. وهذا واضح يعني. وإذا كان الشيخ معروفا بالعلم والفضل موصوفا بالجلالة والنبل حصل ذكر ذلك في حال الرواية عنه، وإن لم يكن مشهورا زكاه الراوي إن كان عدلا عنده، فيقول حدثنا فلان وكان ثقة. هذا إذا كان المروي عنه مجهولا غير معروف. يتلوه من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدحه وعظمه. هذا الأصل، أن تعظم شيوخك الذين أخذت العلم عنهم. قال الجزء السابع، بسم الله الرحمن الرحيم. من روى عن شيخ فأثنى عليه ومدحه وعظمه. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عتاب بن بشير عن ابن جريج أن عطاء ابن أبي رباح كان إذا حدث عن ابن عباس قال حدثني البحر، يعني ينعت ابن عباس بكونه بحرا. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن عبد الله ابن مهدي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل المحاملي قال حدثنا محمود ابن خداش قال وأخبرنا أبو الحسن محمد ابن عمرو ابن عيسى البلدي قال حدثنا محمد بن عباس بن الفضل بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي المثنى قال حدثنا محمد بن عبيد وقال وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله ابن محمد الحنائي قال حدثنا أبو جعفر محمد عمرو الرزاز إملاء قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة مسروق كان إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة أم المؤمنين عائشة. لم يذكر البلدي في الإسناد مسلم بن صبيح. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخبرني أبو معبد وكان من أصدق موالي بن عباس قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة قال سمعت الشعبية يقول حدثنا الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق قال عمرو ابن مرة وكان الشعبي من معادن الصدق قال سفيان وكان مسعر من معادن الصدق قال ابن أبي عمر وكان سفيان من معادن الصدق. إيش يعني من معادن الصدق؟ يعني كأنه شبهه بالأصل الذي ينتج عنه الصدق، فهو صادق صدوق لا يصدر عنه الكذب البتة. قال أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال حدثنا أبو برزة الحاسم قال حدثنا أبو الإصبع يعني محمد بن سماعة الرملي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول حدثنا أوثق الناس انظر أوثق الناس أيوب عن محمد
قال أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال سمعت شعبة يقول حدثني سيد الفقهاء أيوب قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني العباس ابن محمد قال حدثنا عون ابن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سليمان النجار قال حدثنا سعيد بن مسلم ابن أحمد بطرسوس أو بطرسوس لا بطرسوس أفضل بطرسوس قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن الهيثم الأنباري قال حدثنا أبو إسماعيل محمد ابن إسماعيل السلمي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أحمد بن حنبل شيخنا وسيدنا طبعا هذه الأخبار كلها يرويها عمن كان يعظم شيخه وينعته بنعوت تدل على تعظيمه وإجلاله قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عمر البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفاف بنيسابور قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم شاهن شاه معلق الدكتور طحان ذكر كلاما جميلا في التعليق على هذا اللقب نقرأه للإفادة قال ما كان يليق بأبي العباس السراج وهو إمام من أئمة الحديث أن يكرم شيخه بهذا الاسم فليس هذا الاسم باسم كريم بل هو من أخنع الأسماء فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك هذا أخنع أحقر الأسماء عند الله عز وجل زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل قال الأشعبي قال سفيان مثل شاهن شاه فهذا من الأسماء يعني القبيحة وكذلك ما كان للخطيب ما كان لا ينبغي للخطيب يعني أن يسوق هذه الرواية في باب من روى عن شيخه فأثنى عليه ومدحه وعظمه لا سيما مع إقرارها وعدم التعليق عليها يعني كان ينبغي للخطيب لما ذكر مثل هذه الرواية أن يعقب عليها بأن هذا اللقب لا يجوز وليس يعني عندما سمى شيخه شاهن شاه وبالحقيقة لم يكرمه وإنما أهانه لأنه سماه بأخنع وأحقر الأسماء فبالأصل كان لا ينبغي له أن يورد هذه الرواية قال أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن الزبير ابن عيسى الحميدي أبو بكر وما لقيت أنصح للإسلام وأهل الإسلام منه انظر هذا التعبير الجميل لشيخه طبعا ينعته بما يعتقد ليس نفاقا قال حدثنا أحمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا إسحاق المزكي يقول سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول عودا وبدءا إذا حدثنا عن محمد بن أسلم يقول حدثنا من لم ترى عيناي مثله من لم ترى عيناي مثله أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي
وكان زنجويا بن محمد إذا حدث عن محمد بن أسلم يقول حدثنا محمد بن أسلم الزاهد الرباني. مرة زارني أحدهم فأثناء الكلام ذكرت له اسم أحد العلماء الذين يعني أنا أكن لهم إجلالا واحتراما، فقال لي لا 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 هذا عالم فاسق ضال زنديق. قلت لا 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 تذكر هذا، يعني توقف، لا 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 أنا لا أرضى أن تنعت واحدة من العلماء. وغادر بعد ذلك. ثم التقيت به تقريبا بعد سنتين أو ثلاث سنوات في الطريق، فسلم علي فقلت له ما هي أخبارك؟ قلت الحمد لله. قال الحمد لله أخذت، هكذا قال، الحمد لله لقد أخذت رسالة الماجستير. قلت له مبارك هنيئا، وماذا بعد؟ قال أنا الآن أعمل مع الإمام فضيلة العلامة، وذكر لي أكثر من 7 أو 8 أوصاف فلان الذي كنت تنعته بالأمس بالفاسق الزنديق، ما الذي غير وبدل وتحول؟ انتبه لهذا الأمر. فلذلك أحبابنا يعني على مهلك عندما تريد أن تذم أو أن تمدح. لذلك قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قال أحبب حبيبك هونا ما، ليه؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، على مهلك يعني، على مهلك، ليه؟ عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلذلك يعني لا تبالغ في الحب ولا تبالغ في الكراهية، كن وسطا عدلا، كن وسطا عدلا. بعض الناس يكثر من المديح، يعني يكثر من المديح، وهذا خطأ، هذا خطأ. يعني امدح أستاذك بإنصاف، يعني بكلمات، أما أن تكثر يعني هذا لا أراه مناسبا، والله تعالى أعلم. قال أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني بمصر قال حدثنا أبو زكريا الأعرج النيسابوري قال كان إسحاق بن راهوية إذا حدثنا عن أبي عامر قال حدثنا أبو عامر الثقة الأمين قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري قال أخبرنا أبو بكر المقرئ قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري الشيخ الصالح الحافظ تاج المحدثين سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه غير مرة يقول حدثنا الباز الأبيض أبو عمرو بن السماك وسمعته أيضا يقول حدثنا أحمد ابن كامل القاضي ولم تر عيناي مثله قال استحباب الرواية عن جماعة وألا يقتصر على شيخ واحد هذا هو الصحيح الصواب لا ينبغي أن تقتصر بأخذ العلم عن شيخ واحد بل ينبغي عليك أن تأخذ عن الشيوخ ولكن خذ عن الذين استقاموا وحذاري أن تأخذ عن الذين مالوا خذ عن الشيوخ الذين أخذوا هذا العلم عن شيوخهم قرأوا هذا العلم على شيوخهم فلذلك فتش قبل أن تأخذ وتقرأ ولكن لا يعني لا يصح يا طالب العلم أن تقتصر على منبع واحد وإلا سيكون يعني فكرك مقيدا بالفكر الذي أخذت عنه أما عندما تأخذ عن علماء متعددين مسترشدا بشيخك المرشد كما قلنا أكثر من مرة هل أقرأ عند فلان أو لا أقرأ عند فلان
فعندما تقرأ على كثيرين عقلك هذا ينتفع من فكر فلان وزيد وعمر وبكر، فينتج عندك فكر جديد منقح ملقح، هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، والله تعالى أعلم. قال: استحب للراوي أن لا يقتصر في إملائه على الرواية عن شيخ واحد من شيوخه، بل يروي عن جماعتهم ويقدم من على إسناده منهم. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر قال: العلم أكثر من مطر السماء، العلم أكثر من مطر السماء، ومثل الرجل الذي يروي عن عالم واحد كرجل له امرأة واحدة فإذا حاضت هي، إلى آخر الحديث. إيه نعم. ويكون إملاؤه عن كل شيخ حديثا واحدا فإنه أعم للفائدة وأكثر للمنفعة، ويتعمد ما على سنده وقصر متنه كي لا يطيل يعني على الطلبة. فقد أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري وأبو الحسين أحمد بن عمر النهرواني قالا أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري قال حدثنا إبراهيم بن محمد الأزدي قال سمعت محمد بن يونس يقول سمعت أبا عاصم وذكر هذه الأحاديث القصار فقال هذه اللؤلؤة، يعني هذه أفضل ما عندي قد اخترته لكم وحدثتكم به، قصار وأسانيد عالية. قال: وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه. فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك، فمنهم أبو الحسين بن بشران، كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء، والقاضي أبو عمر ابن عبد الواحد الهاشمي البصري، كان أبو الحسين بن غسان يخرج له أيضا، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج النيسابوري كان أبو حازم العبدوي يخرج له، وصاعد بن محمد الاستوائي فقيه أصحاب الري بنيسابور كان أحمد بن علي الأصبهاني يخرج له أيضا، وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه يخرج الإملاء لنفسه إلى أن كف بصره ونسأل الله السلامة. ثم كان أبو محمد الخلال يخرج له أحيانا، وأحيانا كنت أنا أخرج له. فإن حب الراوي خرج أحاديث المجلس لنفسه ونقلها من أصوله إلى فرعه بخطه، ثم عرضها على من يثق بمعرفته وفهمه ليصلح خللها إن وجده فيها، ويتلافى من الأخطية ما أمكن تلافيها. هذا كله إذا كان المحدث غير عارف بالحديث وعلله واختلاف وجوه ألفاظه وطرقه، أما إذا كان عالما عارفا لا يحتاج إلى ذلك. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن إبراهيم بن الخليل الجلاب قال: قال إبراهيم الحربي كان أبو عاصم إذا حدث عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا، وإذا حدث عن سفيان أخطأ. كيف؟ إذا حدث عن فلان وفلان جاء كلامه منضبطا مستويا، وإذا حدث عن سفيان أخطأ. ليه؟ قال: لأنه لم يضبط عنه. فكان إذا أخرج المجلس وجه به إلى علي بن المديني ينظر فيه ويصلح خطأه، فقال له بعض من قال له: إيش توجه بكتابك إلى هذا؟ حدث كما سمعت. قال: ففعل وكان يخطئ
كل مجلس في اثنين ثلاثة من حديث سفيان. أحيانا يأتي من يغار منك فينصحك أو يأتيك بثوب ناصح فتثق بنصيحته فتخطئ فتنقطع. أنا أعرف أحد الأفاضل كان يحضر بعد المجالس، زاره أحد الشيوخ، أنا أعرفه، أعرف الشيخ الزائر والمزور، الشيخ الزائر أنا جالسته، هو له شهرة بين الناس ولكنه في الحقيقة أجوف. جالسته ما عنده علم لا بالفقه ولا بغيره، فعلم بأن المزور فلان الشيخ الفاضل يحضر عند فلان، فنصحه، يقال يا شيخ فلان أنت من أهل العلم وأنت أهل الفضل، الآن يا ينبغي لك أن تحضر لا عند فلان ولا عند فلان، الآن أنت ينبغي أن تعطي وينبغي أنت وأنت وأنت، حتى انقطع فلان عن دروسي عن دروس الفقه، وانقطع تقريبا منقطع الآن عن دروس الفقه. لماذا فعل ذاك الزائر؟ يعني والله أعلم، يعني والله أعلم، لأن المزور أنا أعرفه عنده علم وعنده فضل، وكأنه نوع حسد، أنا لا أذكر أسماء ولكن كأنه نوع حسد. وأنا نصحت الشخص المزور، قلت له لا تلتفت إلى هذا الناصح، هذا أنا لا أحب أن أطعن به ولكن أنصحك ألا تلتفت إلى رأيه، ولكن يعني التفت وعمل. فهذا ما فعله صاحبنا في هذا الحديث، قال له بعض من قال له إيش توجه بكتابك إلى، لماذا تبعث كتابك إلى فلان، فسمع بنصيحته فصار يخطئ في المجلس خطيئتين أو ثلاثة في كل مجلس. لما كان يرسل كتابه كان يضبط فلا يخطئ. قال ينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الرواية عن ثقات شيوخه، ولا يروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة ولا معروف بالفسق، بل تكون روايته عمن حسنت طريقته وظهرت عدالته. ثم قال تجنب الرواية عن الضعفاء والمخالفين من أهل البدع والأهواء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.